السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. يا شباب، في عندنا هاي الأرض معروضة للبيع عند أخونا أبو سليمان، أرض زيتون 5700 متر مساحتها، فيها أشجار زيتون، فيها تقريبا 90 شجرة زيتون، عمر الشجر فيها يصل إلى 50 سنة، فيها أشجار ثانية غير الزيتون، فيها عنب وفيها أشجار مشمش، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الأرض كويسة جدا يا شباب، اللهم صل على محمد. المكان يا شباب ريف جسر الشغور، قريب على خربة الجوز، على الحدود السورية التركية. أرض إطلالتها رائعة ما شاء الله تبارك الله. الأرض قانونية يا شباب، طابو أخضر على الفراغة، ما فيها أي إشكال، قانوني. سعر المتر يا شباب 2 دولار للمتر الواحد، 2 دولار للمتر الواحد، يعني الدنم ب2000 دولار، وفي مراعاة على أرض الواقع إن شاء الله. الأرض إطلالتها حلوة يا شباب، موقعها حلو، وأرض خصبة، اللي له فيها مصلحة يتواصل معنا، نوصله مع أخونا أبو سليمان. السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الاثنين 10/10/2022، نحن الآن بسوق الغنم في مدينة الدانة، محافظة إدلب، شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. ما ادري والله هي محافظة ادلب ولا محافظة حلب، ما ادري، هذا ريف يعني متصل مع بعضه، فالمتابعين يعني الدانة محافظة حلب ولا تابعة لمحافظة ادلب، اللهم صل على محمد. اليوم يا شباب ان شاء الله السوق رئيسي، وان شاء الله السوق يكون كويس. امبارح ما صورنا سوق محافظة ادلب، لا تواخذونا، كنت شوي مشغول والسوق ما كان ذاك الأهمية يعني، فما نزلنا. فاليوم ان شاء الله راح نغطي لكم السوق كاملا، اسعار اللحم، اسعار الغنم، شنو بيحركه، شنو بيبيع مشترى. بالنسبه للشباب اللي يسالون عن سعر التبن يا شباب، التبن صار له فتره محافظ على نفس السعر، يعني تبن الحنطه ليرتين و60 ليرتين و70 قرش على الليره التركيه، وتبن الجلبان يعني 3 ليرات و40، 3 ليرات و50، 3 ليرات و60 حسب نظافته. اي نعم، وبقية الأتبان قليلة، يعني تبن الشعير تقريبا 3 ليرات إلى 10، 3 ليرات إلى 15 قرش حسب نظافته. اي نعم، كله على الليرة التركية يا شباب، بسبب تعامل المنطقة يعني بالليرة التركية، انه المنطقة حدودية يعني، والناس اغلب الناس تتعامل بالليرة التركية يعني، هو حقيقة اغلب الناس تتعامل بالدولار مو بالليرة التركية، لكن لأن الدولار ما له فراطة، ما بفراطة للدولار يعني، الناس هنا يعني تلتقي ال 100 دولار ال 50 دولار ال 20 دولار لكن ما بنص دولار وربع دولار وكذا، فالناس تتعامل بالليرة التركية بالفراطة، لكن المبلغ بس كبر شوي الناس تصير تتعامل بالدولار. اي نعم، لانه عملة البلد انتم تعرفون وضعها تعبان شوي، اليوم راح توصل 5000 ليرة تركي، 5000 ليرة سوري للدولار الواحد، راح يوصل 5000 ليرة تقريبا، 5000 الا شوية على الليرة السورية، يعني كل 5000 ليرة تقريبا اقل شوي يعني 4800 تقريبا يساوي دولار واحد. فالناس قامت تتعامل بالليرة التركية، بالدولار والليرة التركية، بالدولار بشكل أساسي، والليرة التركية كعملة تعتبر فراطة للدولار يعني، عرفت شلون؟ اي نعم، الله يجزيكم الخير، هسه نصور لكم السوق كاملا. انا ابو اليوم ابو ريان المشرف قاعد ياكل معروك. ايش قد هذا، ايش قد اسعار؟ طالبين من 40 40 ليرة الطلب. اي نعم، ايش قد تطلع وزنهم ابو ريان؟ يعني فوق ال 40، فوق الاربعينات. الصلاة والسلام على رسول الله. يلا سلاقي احسن من اوزن منه. الصلاة والسلام على رسول الله. كويسات كويسات. هاي اسعارها. ايه شلونك ابو ريان؟ شو اخبارك؟ شلون السوق؟ والله طيب الحمد لله. على راسي والله، ان شاء الله دائما يظل طيب يا رب. بعد خراف وزن 60 كيلو. اي نعم. 54 ليرة. اي نعم، اللهم صل على محمد. الفطيمة ايش قد قامت تنباع؟ الفطايم باع منها 35. 35، ايش قد اوزان هالفطايم هذا ابو ريان؟ 30 كيلو. ثلاثينات. مش قد صار البيع؟ يا بريان بعنا ب 35 ليرة. 35 قصار، وبعت 6 خراف. مو قصار يا بريان، قال قصار، بعت 6 خراف. ايه هذا ب 54 شنو شيء، بعت 6 خراف وزن 60 كيلو. اي نعم، 3 الواحد قصار ب 54. 54 وزن 60 كيلو. و3 الواحد نعم اكيد. اي نعم، ما عنده سيارة، راح يلعب ورقة وبعناه ب 54. 54 اي نعم، ونخدي يلا يا رب. وبعت فطيمه وزن 55 كيلو ايه 43 ليره، 7 عروسته وبعناها 55 كيلو ب 43 ليره الكيلو. اي نعم، الصلاه والسلام على رسول الله. على راس الشباب والله، على راس اخوي حسن والله، والله منور والله.
شيخ تجاره مبين من الجيس بدون ما تقول لي، يعني لو قال لي احزر منين كان قلت له من الجيس، بس باع مثلج على السوري. اي نعم بيخسر. لقينا واحد يتعامل بالليره السوريه. هذا نادر. هذا هذا بضاعة هاي الصلاة والسلام. شو عم ابو يوسف؟ شلونك شو اخبارك؟ علمنا بنور. بنور. هذا هاي ب 41. خاروف مو؟ اي وبعنا فطيمة. هاي فطيمة. هاي فطيمة ب 41 ايش قد وزنت؟ وزنت 39 كيلو. وبعت غنم انا وزن 51 غنم. ثنايا ورباعيات. ثنايا ورباعيات. ب 40. 40 اوزانهم 51. 51 ونص. اي نعم. اليوم احسن وزن انباعش قد قدامك عمي ابو يوسف؟ والله بالنسبه للنعجه الخروف هاي انباعت ب 41. هالبضاعه هاي 41 ونص. اخي 41 ونص ايش قد اوزانها عمي؟ قد طلعت خلاف عبدو؟ والله 42 43. 42 43. اي نعم. وبعدها قرقير من هاي. اي نعم 39. هالقرقورات فطايم. اي فطايم قرقورات نعم. يعني منهم 5 39. 39 اي نعم. انباع على خلاف الدار 53 كيلو. 53 ايش قد وزنا؟ مسكارة ب 47. نعم. كم تطلع؟ تطلع فوق ال 60 كيلو. 60 كيلو و 53. 53. ايه تو زاد عند ابو ريان انباع تقريبا بهالاسعار هاي. اللحم ماشي، اللحم اي نعم. اللحم الطيب. السوق زين اليوم عمي ابو يوسف؟ والله ماشي حاله ماشي. مقبول مقبول ان شاء الله. يا الله يا رب. اللهم صل على راسي. والله عمي يوسف الله يسعدك. شلونك ابو ناصر؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. علي اخذ. حي الله حي الله عمي علي. 33 غنم مكسوسه وزن 56 كيلو. اي نعم. مي ماكله لحمه كويس بس مي ماكله. اي نعم. على راسي والله. الله يرزقك ان شاء الله. الحمد. ابو حسين. ايوه. على راسي ابو حسين. هذا شحين الباب اشترى اليوم باع شيء؟ ما اشترى. هذا نعم. ابو اكبر شحين خروف على الباب. اي نعم. اموره طيبه والله. اموره طيبه. أيه. على كيفك كله. الله الله. الصلاة والسلام على رسول الله. قد صارت عمي ابو يوسف هاي؟ صارت 43. الصلاة والسلام على رسول الله. شو قد يطلع؟ ايش قد وزنه؟ ثنيان شنو سنهن؟ شباش رباعيات فما فوق. ايش قد قضب؟ ايش قد وزن اول واحد؟ 88 والواد. اهلا ابو صالح شلونك حبيبي؟ ابو صالح الله يرزقك ان شاء الله ويرزقنا جميعا. الصلاة والسلام. 182 2 182 2 شباب تشباش انباعا على 43 ليرة تركي على الكيلو الواحد. 43 ليرة تركي للكيلو الواحد. الصلاة والسلام على رسول الله. الله يرزق الجميع. هاي خوش فطايم ما شاء الله، بضاعة كويسة. ايش قد العدد بالله؟ 16. هذا 16. 16 فطيمة. 16 فطيمة. ايش قد اوزانهم يطلعن ابو حسن؟ والله اوزانهم يعني بدك تعدل بس 38. اي نعم، ما شاء الله تبارك الله. على ايش قد طالبين بهن الكيلو؟ والله ما ابو شر يا ابو. يعني انت ايش قد رايد؟ حاط ببالك؟ 40 ورقة. اي نعم، هذا الطلب. اي نعم. والله مو طرف فرم الريزه بس ما حد عايش. ايوه فارمينه فرم بس ما حد قاعد يجي. ما حد قاعد يحلب معنا صافي. اي والله. الله 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 يرزقك ان شاء الله. تعبان اليوم يا ابو حمد. اي سبحان الله. هو اللي يبيع يقول السوق زين، واللي ما يبيع يقول السوق تعبان. والله يا ابو حمزه غلات العلف وتخبط هالعمله. نعم. ما دا يخلينا مجانا. هو مع انه العلف انخفضت اسعاره شوي، ولكن اذا ما تنخفض على المضبوط ما يمشي الحال. صحيح. يعني اذا ما يصير طون الشعير ب 150 دولار ما غلط. والله عادي غلط يا ابو. البارح هنا غليان. ايش قد البارح؟ 70. 370. 370 كان ب 360. نعم. الواحد يتخوف انه الشتويه ما يعدل 400 زاد. هيش لا تتوقع الناس. نعم الله يكون بالعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه. صورني بعت ابو شعبان. هاي لابو شعبان؟ نعم. الله لا يقطعكم يا ابو شعبان. صورني بضاعة هالقحم. هالقحم. حي الله حي الله حي الله ابن العم الله يحفظه. شقد شقد؟ أنا موتي جواز. أيوه. شوف شنو هذا؟ يا أبو عيد. شوي يا أبو عيد. يا حبيبي. شقد أسعار هذا؟ والله
ما تروح هذا سعره 2500 احنا. اي نعم، الصلاه والسلام على رسول الله. صارت ب 18 19 ندفع بها 19. اي نعم، حي الله ابو خالد البيت. اعطينه بالبيت 2000 2000. اي نعم، الصلاه والسلام. 19 جنيه وكلها 10. نعم، اللهم صل على محمد. وش قد فاصلها ليش اخر شيء؟ والله رايح يعني فاصلها ايش قد؟ 2000 نبيع. اي نعم مقصود 2000 نبيع. صلاة وسلام. عشار عشار مو عشار؟ عشار كلهم كفالة محمد. اللهم صل على محمد. اي غنم، غنم بلديه، غنم بلديه كويسه. كلها كلها ثنيه رباعيه. تنجن. اي نعم. قال عمي ودي اهم شيء، اهم شيء الضر، اهم شيء الضر والحليب. ودنا نتجوز. اي نعم. ما عاد يجوزن، ما عاد يجوزن، ما عاد يجوزن، ما عاد يجوزن. اشوف عمتي موجوده هناك. ايوه حد ايش تقول؟ ولا 3000 ابيع. هسه بطلت تبيع. بطلت الحجه بطلت تبيع. اسمع الحجه تقول ب 3000 ما نبيع. ايوه صبي يا جوزه يا اخي. والله نسوان، والله نسوان تغار على شيء ولا شيء. اللهم صل على محمد. عشارة عشارة كلنا عشارة. احنا هي على شهرين. اي غنم بيت يعني تنجن. اي نعم الصلاة والسلام. هاي اول وحدة. اي نعم يعني غنم بلدي. غنم اي نعم. كان بيناتهم حمزة بينهم بينات. اي نعم كويسات كويسات. هو اهم شيء ابو خالد الذرة والحليب. الذرة والحليب يعني كله مكفول. وخطيتك من قمتي ورقبت عجان. بالنسبة للحليب هسه ما كفالة، كفالة رسمي. جناي جناي جنة جنة يعني جنة هذا البنات العزيز. نعم اللهم صل على محمد. انت اكيد تريد تبيع تتجوز؟ اكيد تريد تبيع تتجوز؟ تتجوز؟ لا والله. قول شهادة التوبة. لا والله. التوبة اخي يستر علينا ويستر عليك. شهادة عشرة على وينها؟ بس عاتقية. الله الله يفرج عليك. لا حاجة. اي والله الله يفرج عليك يا رب. الصلاة والسلام على رسول الله. شلون ابو حسن؟ الله ونص ونص بازارك على هاي ابو حسن. حي الله، حي الله عمي، هلا بيك، الله يحفظك. شلونك؟ الله يعطيك الصلاه والسلام على رسول الله. وصلت فصل 25 ب 24 من البيع. شو ما تعدي 2000 عم يدفع 2100. هاي اول وحد الله عمي، وحد الله. صلي على الرسول، خليه يشتري. صلى الله عليه وسلم. اشترينا ب 22. الصلاه والسلام على رسول الله. اشترينا ب 22. ايش قد صارت؟ ايش قد صارت ابو؟ والله احنا سمناها 3000 بس وصلناها فصل 25. ولا حس كسرنا لنا ورمينا له 100 لهم السبت. 2400. عنز حليب عشار عشار شيء. بداية احنا. اللهم صل على محمد. دفع 2100 ليرة تركي. دفع 2200 الان يا شباب. كسرت لك 100 عن العالم والله. نعم. يلا صلي على محمد. اللهم صل. شوفوا نظرتها يا شباب، والله شوفوا نظرتها بس. عنز طيبة خارقة. اللهم صل. ما شاء الله. نظرتها زينة والله، الصلاة والسلام على رسول الله. زينه زينه ما شاء الله تبارك الله. خوش عنز والله. عند اخونا ابو حسن. اي والله الحمته كويسه ما شاء الله تبارك. يعني شلون تريد تمشي هلا؟ بس هاي ما تنذبح يعني. ما نظرتها زينه. الله يلطيك. الفائده من حليبها احسن يعني. شو اللحم كثير بالسوق. اللهم صل على محمد. الله يجزيكم الخير يا شباب. على راس الله يعطيكم العافيه. اذا ملاحظين يا شباب المعز صار له فتره يعني صار عليه طلب. يعني مثل هاي عنز حتى حجمها مو كبير، اندفع بها 2200 ليره تركي. هذا جد الشباب اللي يسألونه بالتعليقات عن البداية، هذا كعينة يعني يصلين على محمد. يشتري 600 يعني يدفع بي، يطلب بي أخونا 600. أبو حسن يطلب بي 600. شلون ما تقول لي ليش بعت لي ما بعت لي؟ الله يبارك له، بعناه ب 600 ورقة. 600 ليرة صار؟ 600. إيش قد يطلع وزنه أبو حسن؟ والله يعني 25 لازم. 26 25. يعني منهم جاي على الذبح هذا؟ الذبح لحم 600. اللهم صل على محمد. هذا البازار على الخرفان هاي مو؟ عند ابو جهاد؟ اه ابو جهاد شلونك؟ يا ابو جهاد شلونك؟ شو اخبارك ابو جهاد؟ ابو جهاد شربان شاي؟ شربت شاي؟ ما مين مزبطه معك الامور؟ الله يحفظك. البازار على الخرفان هاي؟ الصلاة والسلام على رسول الله. البازار على الخرفان اربع خرفان. ايش قد يطلع وزن عمي ابو حسن؟ والله 25 27. اي نعم عم يندفع بين 1000 ليره بس. 9 حجيه 9 جباره بعد 9. اي 9. اي نعم هذين يطلع نسبه 28. اي نعم اللهم صل على محمد. بعد يعطوني 1000 جباره. اي نعم اللهم صل على محمد. ايش قد فصلت الليش ابو جهاد؟ والله انت فصلنا ب 12 ونص وراعيهم ب 11 ونص. اي نعم.
اللهم صل على محمد. اي نعم على الله الصلاه والسلام على كويسات كويسات كل شيء بسعره زاد كل شيء بسعره تسعة. اليوم الالف ليره شنو ولا شيء زاد الالف ليره ولا شيء ها ابراهيم ابراهيم شنو تاكل يوم من الصبح ساري على شن فطيمتي ايش قد اسعار هذا والله هذا ندى على سوم هين ب 14 7 7 700 ليره 700 ليره اي نعم اي نعم الدفع الف الدفع الف الصلاة والسلام على رسول الله 14 الصلاة والسلام كويسات كويسات كل شيء بسعره اليوم كل شيء بسعره شلون حركة السوق ابو جهاد اليوم؟ اللحم كويسة احنا عشتين هذنا قاعد يعطوني 45 لحم هذنا هذنا لحم الدرعة والشقرة الصلاة والسلام على رسول الله والله خشانة زينة ما شاء الله ما شاء الله الشقرة هاي زينة حيل ما شاء الله ايش قد دفايعنا ابو جهاد؟ دفايعنا 45 4500 2 3500 وين قاعد اطلب بيه 5000 2500 2500 بين عشر شيء؟ لا لحم قيمة لحم ايش قد وزن لازم؟ والله هاي بس 70 الصلاة والسلام على فتية مو فتية؟ فتية كل الفتاية وهذه يعني بال 65 60 65 والله ما شاء الله لحم 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 وسن فاضيات فاضيات ايوه روحيها دعمهن ايه مكرمهن تعبان عليهن والله اي والله والله يتعب يستاهل قال يتعب على حلال ويستاهل قاعد يعطونا بيه 45 اي نعم وانا بديان ب 5000 2500 2500 الله يجزيك الخير يا ابو جهاد على راسي والله الله يسعدك هاي 2000 لحالها وهاي اختها اندفع بها 1400 عشر شيء ابو عواد عشار ايه الصلاه والسلام على رسول الله اكثر البيع اليوم شنو ابو عواد والله كله عليه شو كله عليه سوق هي هاي اللي ورا الفطايم مو هاي اندفع بها 1700 الصلاة والسلام على رسول الله والفطايم على النعجات هذن 640 ليرة تركي شوف الفرق من 2000 ل 640 حسب السمن والصحة والعشار والكم اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله اي نعم اللهم صل على محمد ليش عمي؟ ليش عمي؟ معنا اسعار والله معنا اسعار. والله 17 وما يفعل لهم. قاعد الحال معنا 17 ونص ما يفعل لهم، ايش اللي يبي لهم ابو حمزه ذبيحه كان عاجي والله. اي كان عند بريان. عند بريان. اي قلت لك ابو قيس دفع لك 300. ودكم تحركونه شويه. والله ما الرجال يقول ما عندي غير سدان ما ادري. يزودها 500. زود. اعطاني 300. 300 دولار بيها. هاي ام الجرس ام الجرس الاسبوع الماضي. شيخ علامة معوض شيخ وينك؟ والله نعجزين زين شيخ شيخ يا رجل صراحة بي حدا بي الجماعة دافعين أكثر يا مالي بجماعة اسمع اسمع بدو يحضر أبو قيس بدو يحضر أبو قيس خلي حضري على كيف ودحل أين أنا بيعه على كيف أنا ملتزم معك أنت متى بيش 350 300 ورقه ما في خلاص انا شورت ابو قيس تبشر ابو قيس وشورت ابو قيس على ابو تلفون ايوه خلاص انا شورت ابو قيس اي نعم وانا شاور انه وانا بعت خلاص تمام انا ياك تبايعنا على مشاورة الشياب على شورت الشياب الله يسعدك يا الله يا رب هاي قرقور ابو 11 عمي ايش قد فاصله عمي ابو عواد هاي والله دعسوا 14 تبع 11 1100 1100 وانا تبع 40 الخرفة هذا مرحات 40 شلون يعني 40 40 ليرة يعني خرفة والله زينات خلنا مسدحات لا تزعجون هنا حيا الله عمي هلا بك الله الله يسلمك شلونك الله يبارك بعمرك يا رب يطول عمرك 35 نورك يا محمد الصلاة والسلام على رسول تعال تحيين خلي بكره عبد الله 900 ليرة 900 ليرة والله انا داير انا اجي حالي اسلم يقول لي هاي مجنون وديها الغنام لو تدعو شيء ايوه هذا لي خاني بس هذه والله ما ايه 299 شو تشتغل؟ من الاخير سمعني من الاخير ما بدي سمعني من الاخير والله من
ها؟ بيعمل 2000 يا ابو محمد؟ لا لا يا ابو محمد شنو تقول ابو عمي بيعني؟ لا قول كذا عشان ما حدش 1900 يا ابو محمد يا حبيب بيعمل 2000 طولة البال بالمبازر ضرورية يا شباب دائما طول بالك على البازار صغير صغير اي نعم لا تستعجل دائما لا والله مو تنزل على السوق تفكر حالك جاي تشتري باكيت دخان هاك وهات على السريع لا طول بالك ابو عوض باله طويل و... اقول للمشاهدين لما تنزل على السوق طول بالك بدا طوله بال الشغله اي والله لا والله ولا 12 ولا 13 زحام فوق عطونا ابو محمد ناصر صاير مشيب وكبران كانك والله من العز العز شيب اي والله صاير مثل اسكندر الكبير مراد على مدار يا عيني عليه الله يحفظك الله يحفظك والله ضحك الا قال ابو مريم هذا ابو محمد والله مش كبران ايش صاير يا زلمه متغير والله يا الله الله يحفظك يا رب الله يحفظك والله هذا شيء مش زين يا ابو خالد كان عشان زيد 2000 2000 الله يرضى عليك 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 يا محمد هذا ليش مش حال يا ناصر الله يرضى عليك هذا النيش هذا النيش مقصور على 22 تريدها نقولها طيب واحد يا ابو خالد يا ابو خالد ما زين ما قدر رزق الله منها يلا ما ابو خالد خالص يحفك على خير اثنين ابو خالد والله صار لي صبحيات ما خليت في جرب النيش الله يوفق لي ترك له شويه ابو خالد واحد ولا عرشه يا الله حل 100 ضله اترك له شويه هاي المية لو هاي ياسر وهذا النيش ب 7.5 اعطيته لا والله لا شيخ ناصر لا والله شيخ ناصر فارض النص ملحظ زياده لا والله والله ب 28 اريدها النظاره لا والله ما اعرف مش عم اسوق 2802 ما لا ما يصير يا صاحبي والله ما يصير والله ما هنصل زينات فتايه فتايه كويسات مو ابو حسين كويسات كويسات هي حاطينها النص ثنائيه مبينه من شكلها الكبيره مبينه والصغيره مبينه حاطين زياده حاطين خلاص كويسات فتيات حاطين النص حاطين النص وينك كتب على راسي انت ابو خالد الله يبارك عمي الله يبارك عمي زياده يا عمي الله يبارك له مبينه النص الله يرحمه الله النص تحت ايش ما بيه الله يبارك له لا اقول لك الله يبارك عمي 28 بلا ربع ولا يا ناصر عارف تروح لا ما لا شو بدهم بعدين يا اخي شلون بس بس عليه هنا شيء كويسات بلديات فتيات 28 بلا ربع مي والله ما حنصل وين حجي والله بعرف افنا له ربع مي خلص ابو عمي يسر يسر ابو انا خلص افنا له ربع مي ثمناوي ايوه خربوا بدون كسراك خربوا بدون كسراك والله صعب كل مره تروح ورد علينا بس اسولفك خربوا بدون كسراك على الله والله العظيم على الله خيو خلص خيو يلا صار بدنا نترك انا هو 14 من ما يرى منك الدلاله انا صار مره كم مره قبل 14 اترك انا ابو ما ادري والله ما نبي احنا بس خلاص ما اقول لك اللي خلوه زياده هاي المعز عند ابو خالد الهوارش قد قامت تسوم هاي ابو خالد ابو خالد معز لحم معز لحم ايش قد قام تطلب بهن؟ 15 وعطونا 1000 عمين دفع بهن 1000 ليره بس يعني اسال لحم ليش انه صاغ سليم يعني ولا؟ صاغ سليم بس هذا اللحم ما بين لا حليب ولا عشر لا لول بهن عشر او حليب ما ينباع عن لحم نعم شلون السوق ابو خالد؟ والله مو زين ما عجبك؟ ما عجبك ها؟ اللهم صل على محمد هل خرفان هاي شنو وضعها ابو خالد؟ خرف هاي نفصلها 13 ونص ايش قد؟ 13 ونص الصلاة والسلام على رسول الله وهاي الفطايم الفطايم هاي غير اليوم طلب 37 على اليوم ايش قد قام يندفع بهن؟ ما ندفع بهن ايش قد طالب بهن ابو خالد انت؟ والله ب 700 ايش قد؟ 700 ليرة 37 على الكيلو 37 على الكيلو اللهم صل على محمد وعزيف عزيف 12 هاي والله بعنا منها ب 40 على الكيلو 40 على الكيلو والله ما شاء الله انا مخشنه ما شاء الله تبارك الله انا ملحس اي والله كويسات ايش قد يطلع وزنه ابو خالد؟ والله الوزن من 55 او 65 اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله على راسي يا ابو خالد الله يجزيك الخير 45 انباع تم البيع اللهم صل وسلم على نبينا محمد ايش قد وزن ابو خالد؟ وزن 108 كيلو 208 كيلو يعني 1 و 3 54 54
الصلاة والسلام. الله أين؟ بواحد وأربعين. الصلاة والسلام. وزن مع بعض 82 كيلو. يعني 41 بواحد وأربعين. 42. الصلاة والسلام على رسول الله. إيش قد وزن؟ وزن 46 كيلو. 46 كيلو ومباع ب 42. الله يجزيك الخير يا أبو خالد. أشكرك. آسفين على التأخر حقك علينا. هذا سوقنا اليوم يا شباب، لفينا من أوله لآخره. سوق الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن. أي نعم. اليوم السوق زين لكن يعني الجمعة كان أحسن. الحمد لله على كل حال. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.